اعرف نفسك والضعف في قلبك قوي، ربك خلق لك عقل للتفكير، بالصبر شرك ينقلب لك خير. ذكرتك لأني نسيتك لمحة، وأيسر ما في الذكر ذكر لساني، وكدت بلا وجد أموت من الهوى، وهام علي القلب بالخفقان. فلما رآني الوجد أنك حاضري، شهدتك موجودا بكل مكان، فخاطبت موجودا بغير تكلمي، ولاحظت معلوما بغير عياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونواصل لقائنا في حياة القلوب. وضيفتنا النهاردة دكتورة رفايدة حبش، وحلقتنا النهاردة عن ذكر الله جل وعلا. برحب بحضرتك. أهلا بك دكتورة. نبدأ على طول بقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وناخد شرح متميز من حضرتك لهذه الآية. شكرا لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصل معنى كلمة الذكر هو التنبه والتيقظ لشيء موجود أصلا، فكأن وجود الله تعالى وذكره موجود في القلب أصلا، ولكن أنا أعيد ذكراه. وهذا يعيدنا إلى أصل الخلق، عندما خلق الله تعالى آدم ومسح على ظهره وأخرج من ظهره ذريته وقال: ألست بربكم؟ فالروح دائما تشتاق إلى هذا النداء. فإذا الذكر هو إعادة تذكار هذا الموقف. هذا بالنسبة للمعنى اللفظي للذكر. المقصود بذكر الله تعالى ليس ذكر اللسان، إنما هو المقصود ذكر القلب. أما سمي ذكر اللسان ذكر لأنه ينبه على ما في القلب. إن الفؤاد، إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. إذن فذكر الله تعالى هو الذي تطمئن له القلوب. ما معنى تطمئن القلوب؟ تطمئن يعني تسكن وتهدأ وتخشع وتستأنس بذكر الله تعالى. القلوب، لاحظي التعريف للاستغراق، كل القلوب تطمئن بذكر الله تعالى، سواء كانت مؤمنة أم غير مؤمنة. صوري أخي الدكتور محمد كان مرة في مؤتمر أمريكي، فكان بيتكلم، طبعا المؤتمر حوار أديان ولقاء بين مسيحيين ومسلمين، فبدأ المؤتمر بمقطع من القرآن الكريم وصوته خاشع وجميل. فلما انتهى إجا أحد القساوسة فقال له: إذا بتريد أنا هالغنية اللي بدأت فيها المؤتمر سجل لي إياها، الله يخليك، لأني أنا سمعت منها صوت الرب. هو ما عارف أن هذا قرآن. فإذا ذكر الله تعالى تستجيب له القلوب. حتى من فترة كان عندنا وفد من الدنمارك، شباب نساء وبنات، فنساء وشباب، فبنتي سيرين كمان قرأت مقطع من القرآن، بتلاقي الدموع في عيونهم، تفسير تخشع قلوبهم. من وجهة نظر حضرتك ده تفسيره ايه وهم مش مسلمين؟ لإلا أنه القلب ذاكر لله تعالى، كان هو مسلم ولا غير مسلم، القلب كمادة، هو ذاكر لله بدون ما هم منتبهين للحقيقة. كمادة يعني كجسد، هو يعرف أن الله تعالى خلقه، لكن كإنسان، كنفسية، كنفس، لا هو غير مؤمن، لكن كجسد كمادة: وإن من شيء إلا يسبح بحمله ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حالة الإطمئنان هذه في الذكر تستمر مع الإنسان إلى يوم القيامة وإلى بعد الحشر. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة المعراج بشاهد رجل مغيبا في أنوار العرش، فيسأل جبريل: من هذا؟ هو نبي؟ فيقول جبريل: لا، هذا واحد من أمتك يا محمد. ولكن كان يتصف بثلاث صفات. الصفة الأولى أنه كان قلبه معلقا في المساجد،
فدائما كان يحب يذهب إلى المسجد. طبعا مش شرط المسجد اللي هو الجامع يعني اللي ممكن يذهبوا له الرجال، حتى نحن النساء كل مكان أنت بتوقفي فيه بين إيدين الله تعالى فهو مسجدك، كل مكان بتسجدي لله تعالى فيه فهو المسجد اللي قلبك يتعلق فيه. لذلك ورد كثير عن الصالحات أنه كانوا يخصصوا لأنفسهم مكان اسمه مسجد. السيدة فاطمة مثلا إن شاء الله الله بيطعمك زيارة الروضة الشريفة، ما بعرف إذا شفتيها أكيد يمكن. الحمد لله. الحمد لله. فلذلك أول ما بتدخلي لزيارة الروضة الشريفة بتلاقي محراب فاطمة، يعني هذا المكان اللي كانت تصلي فيه فاطمة اتخذته لنفسها، فإذا هذا مسجدها صار. فصفة هذا الرجل أنه كان قلبه معلقا في المساجد. الصفة الثانية قال كان لا يستسب لوالديه، يعني أخلاقه مع الناس جيدة، تعامله مع الناس حلو وحسن، لذلك ما بيفعل فعل يجعل الناس تسب والديه. لذلك هذا من الذنب. نحن نؤكد على هذه القيمة في هذه الأيام بالتحديد، لأنه كثير بيخطأوا نفس هذه الأخطاء، أنه يسيء إلى الناس فالناس تسيء إلى والديه في المقابل. صحيح. لذلك العلماء بيميزوا بين الذنب اللازم والذنب المتعدي. اللازم اللي هو يعني تبعاته وأثاره على الإنسان بس، لكن المتعدي اللي بيتعدى لغيره، أنت ممكن تأذي الناس فإذائك هذا ذنب مضاعف. أما الذنب الواحد ممكن بينك وبين ربك، ربك يسترك، ربك يغفر لك، ماشي، لكن الذنب اللي بيتعدى إلى للغير فهذا ذنبه أعظم. إذن فهذه حتى في العقاب يا دكتورة، حتى في العقاب يعني هو أعظم الذنب في العقاب. طبعاً طبعاً أشد طبعاً الذنب، كل ما ارتفع مستوى الذنب ارتفع العقاب. لكن نحن إن شاء الله في برنامجنا في حياة القلوب هنحيي القلوب هنحيي القلوب، وإن شاء الله نتوصل إلى الاستغفار والتوبة والعفو والرحمة من الله تعالى، ما نخرج من هالبرنامج إحنا والمشاهدين إلا إن كون أمامنا مع عقاب، إنما أمامنا رحمة وتوبة من الله تعالى، وخاصة إذا أجتنا أيام مباركة وأيام مشهود فيها استجابة الدعاء والمواكب الإلهية والرحمات، سواء في رمضان أو في العشر ذي الحجة أو في ليالي يوم الجمعة. فالمهم الصفة الثالثة التي يتصف فيها هذا الإنسان قال أنه كان لسانه رطبا بذكر الله تعالى، دائما وأبدا لسانه في ذكر لله تعالى. طب نتكلم في المقابل على تأثير عدم الذكر على غفلة القلب، والمولى عز وجل أشار إلى هذا عندما قال بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نعم. شرح حضرتك لهذه الآية. هذه الآية أولا نزلت في سبب نزول أن جاء الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، وهذول اثنين زعماء بني تميم جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأرادوا يجالسوا، فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام جالس مع الصحابة البسطاء أمثال سلمان وأمثال أبي ذر الغفاري وكذا. فقالوا يا رسول الله جنبنا هؤلاء الفقراء أو الضعفاء. طبعا هن قد يستعملوا ألفاظ ما بتليق بحق الصحابة قاسية طبعا، لذلك أنا يعني أبرأ أن أتكلم بهذه الألفاظ. فإذا جنبتنا إياهم جلسنا وإياك وجلسناك. فنزلت الآية فورا من الله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ففرح النبي عليه الصلاة والسلام بنزول هذه الآية وجلس مع البسطاء والفقراء وقال الحمد لله الذي جعل في أمتي من أمرني أن أجلس وإياهم معكم الحياة ومعكم الممات. أما عيينة والأقرع طبعا فيما بعد الأقرع أسلم، وعيينة أسلم، الأقرع حسن إسلامه لكن عيينة لم يحسن إسلامه وبقي إلى آخر عمره يعد من المؤلف قلوب أو يعني من المنافقين. فالمهم لأنه بعيد عن الهداية، بعيد عن التأثر بأنوار الله تعالى، ما شاهد قلب نور النبي عليه الصلاة والسلام، فالله عز وجل كأنه أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى. ربنا يجعلنا دايما من الذاكرين إن شاء الله. وده يخليني أسأل حضرتك إزاي نخلي حياتنا كلها ذكر لله سبحانه وتعالى، لأن يمكن وأنا بحضر الحلقة سمعت حد بيقول هل ينفع أذكر الله وأنا ماشي، هل ينفع أذكر الله وأنا بسوق سيارتي، رأي حضرتك إيه وإزاي نستغل حياتنا في الذكر؟ طبعا هو المفروض أنه إحنا نكون في كل حياتنا ذاكرين لله تعالى في كل لحظة وفي كل ثانية، وفي عدد الأنفاس يكون لنا ذكر لله تعالى. فهي الغاية اللي الله خلقنا من أجله. ليه؟ لأنه الكون كله ذاكر دائما لله تعالى إلا الإنسان بينسى. بيقول العارفون لا يموت حيوان ولا يسقط طير من السماء إلا في لحظة غفلته عن ذكر الله تعالى. هو دائما ذاكر،
لكن اللحظة اللي بينسى فيها ربه بيكون نهاية أجله. فلو الله عملنا بنفس الأسلوب كان هيقطع روسنا كلياتنا. أكثر حد في الدنيا. فمن فضل الله علينا أنه صابر علينا، الصبور اسمه تعالى. إذا ذكرنا نحن المفروض أنه في كل لحظة وفي كل نفس، في بيتك، في طريقك، بالعكس يعني هو فرصة في المواصلات. ما كنت بأستراليا فعم تشتكي لي الأخت في إنه أخت داعية في أستراليا، فمنه ما في وقت لمراجعة القرآن ومذاكرة القرآن، وخاصة أنه هن مسافاتهم بعيدة، يعني ممكن تقعد واحد نص ساعة أو ساعة في السيارة. فقلت لها هي فرصة عظيمة وهي خلوة بينك وبين ربك، ممكن سيدي بالسيارة، ممكن أنت هدول الصور اللي لازم يكونوا بالنسبة إليك يوميا، ورد يومي، سورة الفتح، سورة تبارك، سورة ياسين، أنت وماشي في الطريق، أنت وقاعدة في المواصلات، بدل ما تضيعي الوقت وتتضايقي والدنيا حر والدنيا